السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي المشاهدين، نحييكم أجمل تحية في هذه الحلقة من جدل العراقي. الاقتصاد العراقي تحديات وتطلعات هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم. الإنسان على شنو عايش غير على الاقتصاد ولا بيش كيلو السياسة؟ بالدول اللي الله منعم عليها أكو مواطنين ما يعرفون رئيسهم وما يهمهم، لأن العدالة الاجتماعية والأمن والاستقرار على الأصعدة كافة متوفر. أما إحنا فملتهين من الرئيس، من القائد، من الزعيم. سنين مرت علينا وإحنا نقول بلكي باكر أحسن ونلتفت لعراقنا والجوار وغيره يباوع علينا ويشوفنا خوش بحيرة أسماك للصيد ورمي النفايات بيها. هذا الواقع خلانا باقتصاد كسيح أحادي معتمد على النفط، والجيران تصدر لنا كل شيء حتى الخضروات البسيطة. تجربة الحصار طلعنا منها إلى عالم وفرة مالية، ملينا البلد بالمستورد وراحت الوفرة المالية بجيب الآخرين. نهضة سياسية وتغيير سياسي ووزراء تكنوقراط متوافقين وأحزاب وكافي فشل، هذا الريدة من الحكومة الجاية. كسرا لروتين الكلام على الانتخابات، نتكلم اليوم عن الاقتصاد العراقي بما فيه من تحديات وتطلعات. رحبوا معي بضيوفي كل من الخبير الاقتصادي جليل اللامي، سينضم معنا من العاصمة بغداد، وأرحب عبر سكايب بالخبير المالي الدكتور محمود داغر. أبدأ أولا مع الدكتور محمود داغر. عندما خرج العراقيون بتظاهرات في تشرين، وقفت التظاهرات ورفعت شعار ريد وطن، ومعها أو خلفها شعارات كثيرة: نريد عمل، نريد رواتب، نريد إعمار واستثمار. العراقيون ليسوا مهتمين تماما بمن يحكمهم قدر اهتمامهم بكيف يحكمهم. السؤال: كيف نخرج من دائرة اقتصاد هش وأحادي وغير مستقر؟ الكلمة لك سيد الكريم. شكرا جزيلا. لا شك أن مطالب الذين خرجوا في تشرين من عام 2019 والذين أحدثوا تأثيرات وتغييرات في نظام الانتخابات وأحدثوا تغييرات في كثير من الأشياء وقدموا شهداء، بالتأكيد كانوا يستهدفون السياسة من أجل حياة أفضل. السياسة هي ليست غاية بحد ذاتها، وتغيير الحكم وتغيير إدارة الحكم ليست هي غاية بحد ذاتها، بقدر ما هي وسيلة لتطوير الحياة، لتمكين هؤلاء الشباب. وهذا لا يحدث إلا باقتصاد مزدهر، اقتصاد مقبول. لذلك من الضروري أن يربط أي تطور سياسي بمحتواه الاقتصادي، لا بل إن الفاعل الاقتصادي هو الأساس في جعل الحياة أفضل أو تحرير الحياة الاقتصادية من ضنك العيش ومن مشاكلها ومن تبعيتها للقطاع العام، فضلا عن تحريرها من الفساد. نعم، نناقشها واحدة واحدة. نريد عمل، كيف أولا نختصر الطريق على جيش كبير من العاطلين ونجعلهم يشعرون على الأقل بالانتماء لهذا البلد؟ كل هذه الأمور ربما أيضا تصب في استحقاقات قادمة. الكثير من المقاطعين اليوم للانتخابات يقول: أنا لماذا أذهب وأنتخب؟ أنا أشعر بالانتماء إلى هذا البلد. نعم، شوف، هاي إشكالية يجب أن نناقشها بوضوح بعقلية اقتصادية متحررة. أي قضية إيجاد فرص عمل هي مهمة الدولة.
إيجاد فرص عمل وليس توظيف بالقطاع العام. أرجو أن يكون هذا واضح. نعم. أي أن الحكومة العراقية الحالية أو التي تأتي بعدها إذا قامت بتوظيف عدد من العاطلين فهي لن تستطيع توظيف كل جيوش العاطلين ومخرجات قطاع التعليم أو قطاع المهني. مشكلة الدولة إنها لا توفر فرص عمل عن طريق إحياء القطاع الخاص، إنها ما زالت تستأثر بالموارد بطريقة مركزية وتخضعها للقطاع العام، لا بل إنها لم تفتح للاقتصاد طريقا أو ممرا لتشغيل العاطلين عدا ممر زيادة العسكرة للمجتمع. مع الأسف نحن فقط فتحنا بوابة واحدة للتوظيف وللتشغيل هي بوابة العسكرة. تفضلوا وتعالوا لنشكل جيشا أوسع من الجيش السابق. هذا سيهلك العراق، سيهلك اقتصاده، سيذهب بالعراق إلى حتفه. نحن ندفع كل ما نصدر من نفط رواتبا دون أن ندفع إلى فرص عمل جديدة تنعش الإنتاج. استثمار العامل البشري دكتور، استثمار العامل البشري، يعني ألا تعتقد اليوم أننا افتقدنا إلى مصطلح كنا نسمعه سابقا وكان شيئا هاما في الاقتصاد العراقي، ألا وهو القطاع المختلط؟ أين هذا المصطلح؟ اندثر، انتهى. لا تستأثر بالموارد المالية كما ذكرت قبل قليل، نتكلم عن الحكومة ونتكلم أيضا عن جيش من العاطلين يجب أن لا يبقوا على حالهم هذا. فلماذا لا يظهر القطاع المختلط؟ لماذا لم تفتح المصانع؟ لماذا لم تعود الحياة إلى مصانعنا؟ لماذا ما زلنا فقط نصدر النفط لكي نستورد أبسط أنواع المواد؟ إنها أزمة إدارة. إنها أزمة إدارة اقتصاد وبالتحديد إدارة موارد. هذه هي المشكلة. يعني عذرا إذا قلنا نحن لا نمتلك يعني رجالا قادرين على صنع الحياة، إننا نأتي بالولاءات، نأتي بالمتحزبين. نحن نعالج المشاكل بمشاكل. لذلك عدم وجود قيادات بعقلية اقتصادية منفتحة كواليفاي مؤهلين لن نستطع. يعني عبر من 2004 إلى اليوم هنا وهناك نجد كوادر لكنها لا تعطى فرصتها لإدارة الاقتصاد. نعم الاستثمار بالموارد البشرية هو فك للاختناقات، لكن أنت كيف تستثمر وليس لديك عقلية قيادية لعملية تحشيد الموارد البشرية؟ نحن نعتمد على القطاع العام، آتوا بالوزير وهذا منصب سيادي، ثم نأتي للوكيل وهو منصب للاستئثار، ثم نأتي بالمدير العام وهو منصب للمحاصصة. وهكذا تحولت حياتنا إلى غنائم توزع ما بين أطراف غير خبيرة، غير لا تمتلك صفة رجال الدولة من الطراز الأول. وأزمتنا تحتاج إلى رجال دولة من الطراز الأول. طيب هل هذا يعني أن السياسة الاقتصاد العراقي بات في خدمة السياسي؟ ليس السياسة طبعا، ويفترض أن يكون الأمر بالعكس. والدليل أننا اليوم يعني اقتربنا من موعد الانتخابات وإلى الآن لم يظهر مرشح يتكلم بالاقتصاد وبلغة الأرقام وبحل المشاكل، كلها عناوين فضفاضة لا تفضي إلى شيء. نرى في الدول المتطورة حين يظهر المرشح يظهر وفي
جعبته إصلاحات ولديه رؤى، لديه فريق من المستشارين يتكلم عن يعد ويوفي. اليوم لا نرى سوى فقط الدعايات الانتخابية. صحيح، هذا صحيح، لا يوجد جدال في هذه القواعد. نحن سخرنا الاقتصاد لخدمة مشاريعنا السياسية، ونحن نتخبط من 2004 إلى اليوم. كل يأتي ويعتقد أنه سيبدأ الطريق من بدايته، ولا يوجد قبله ولا يوجد بعده أحد. هذه مشكلتنا بالعراق، مشكلة التخبط في إدارة الموارد الاقتصادية. ولذلك نحن أنفقنا ما يقارب، يعني يجوز راح نقترب من تريليون دولار، لكنها نفقات تدل على القدرة لا تدل على الإمكانية. فالقدرة للاقتصاد العراقي متوفرة بسبب موارد المالية، لكن الإمكانية على التوظيف وتوزيع الموارد هذه هي المشكلة. إنها تحتاج إلى رجال دولة، لا رجال يتصارعون على الكراسي. طيب كيف يمكن أن نضع سياسة اقتصادية جديدة للعراق؟ هل بالاعتماد على تجارب الدول الأخرى، التجارب التي مرت بمحن احتلال وصراعات ونزاعات وحروب أهلية نأخذها مثالا، أم أن العراق حالة خاصة بحاجة إلى بلورة فكرة اقتصادية ممكن من خلالها نضع خطة خمسية أو عشرية أو أكثر؟ أنا باعتقادي لا يوجد نتاج إنساني لا يتكرر، أو نتاج إنساني فريد لا يستفيد منه الآخرون. نحن شاهدنا وتتبعنا وقرأنا تجارب ونماذج لدول خربتها الحرب، قربتها الصراعات، وهذه رواندا أمامنا. هذه دول كثيرة أمامنا بنت نفسها، استطاعت أن تعيد الاقتصاد عندما مسك رقبة السياسة أناس محنكون، لا أناس يخرجون علينا في التلفاز يقولون نحن فشلنا، لكنهم يذهبون لترشيح أنفسهم أو أعوانهم ويرفعون لافتات المشاركة في الانتخابات. إنهم يكرسون الفشل من جديد، يريدون أن يكرسون الفشل من جديد، والشعب راضي طبعا، الشعب راضي وسيذهب للانتخابات وسيعود لانتخابهم. المشكلة مش الشعب راضي، عندما تكون قرقعة السلاح تعلو على أي صوت، وكما نعرف القوي يأكل الرشيج، فشعبنا شعب مسالم. الآن يستخدمون الدينار ويستخدمون قطعة السلاح في الوصول إلى النتائج. وإلا بربك، ما هو المتاح الآن أمام جيل من الشباب لكي يأخذوا دورهم؟ خرجوا تكلموا باسم العراقيين، فماذا نالوا؟ 700 شهيد لغاية اليوم لا نعرف من قتلهم. هل هذا معقول؟ هل يستطيعون منافسة الحيتان الكبيرة التي اللافتة الواحدة منها للدعاية الانتخابية تكلف ملايين؟ والله إننا لن نستطيع أن ندخل إلى عصر نحيا به بشكل كريم إلا بتمكين الشباب، وإلا بطبقة لا تفكر بالكرسي، لا تفكر بالانتخاب، أو إنها إذا مسكت السياسة يجب أن تترك للاقتصاد دوره الرئيسي في بناء الحياة، وتترك أيضا لجيران العراق، بعض جيران العراق أن يتحكموا باقتصاد العراق، لأننا نعلم جيدا أن الاقتصاد العراقي بات اقتصادا رميا يعيش على ما تكفله بعض الدول. وأنت تعلم ماذا أقصد. اليوم أنت حين تريد أن تشغل المصانع مثلا فأنت بحاجة إلى طاقة لتشغيلها،
هنالك دول تتحكم بنا بهذا الموضوع. اليوم نحن ليست لدينا مصانع أيضا لإنتاج المواد الغذائية، أنواع معينة من المواد الغذائية، هذه المواد أيضا تستهلك من دولة مجاورة أخرى. لدينا علاقات مع دول الجوار تثبت أن العراق لا يصدر شيئا على الإطلاق، فقط يستورد مجموع ما نصدره قياسا بما ننتجه لا يساوي حتى 2% بأفضل الحالات. حتى نكون يعني عقلانيين، أنا لا أؤاخذ دولة جوار فكل يبحث عن مصلحته، أنا أؤاخذ السياسيين الذين رهنوا مصالحنا بدولة من هي بالحقيقة دولة يتركز فيها كل التدخل بالعراق. يعني نحن لم نشاهد دول أخرى تتدخل بهذا الشكل الكبير في السياسة، عدا دولة إيران التي تعتقد إنها بتصريحاتها بسلوكها تستطيع إخضاع العراق، بينما هي تشاهد شباب العراق رافضين لأي تدخل. نحن لسنا ضد علاقات اقتصادية تقوم على قواعد سليمة، لكننا ضد أن تترك منافذ حدودية لولوج سلع الجوار بلا جمرك، بلا سيطرة نوعية، بلا فحوصات، وتحت تبريرات مختلفة. هم يقومون بإيجاد متنفس لأزمتهم من خلال العراق، وهذا من حقهم، لكن هل نحن نبقى ننزف مواردنا من أجل الآخرين؟ يجب أن يعني تقوم قائمة للعراقيين لمحاسبة ماذا جرى عبر هذه السنوات التي مرت، مرة نرتبط بأنبوب غاز، مرة نربط بنانة تحتية، مرة نوقف سككنا، إلى آخره من الأفعال التي يديرها السياسيون، واللي وصلنا من خلالها إلى مرحلة إن النور والتدفئة والتبريد يرتبط برغبة دولة أخرى. وهذا يعني باختصار شديد أن مفتاح الإصلاح الاقتصادي لن يتم إلا عبر بوابة الإصلاح السياسي. إذن هذا يأخذنا إلى منطقة أبعد، هل تعتقد أن الانتخابات القادمة ستغير شيئا في هذه المعادلة برؤية عراقية لا علاقة لها بالاقتصاد؟ والذي يتكلم بالاقتصاد بالتأكيد هو يجيد الكلام في السياسة، فهل ترى نورا في نهاية النفق وأن العراق ربما سيخرج من أزماته الاقتصادية بإصلاح سياسي حقيقي عبر تغيير الوجوه في صناديق الاقتراع؟ يعني أنا لست متشائما، لكنني أعتقد أن ما ستغيره الانتخابات إن جرت بشكل سليم هو تغيير نسبي بسيط. لماذا؟ لأن القوى المسيطرة، لا أقول الفاعلة، لأن القوى المسيطرة على المشهد قد أحكمت سيطرتها بشكل غير طبيعي على جوانب الحياة. نعم سيتغير شيء، لأن قانون الانتخابات الجديد هو قانون أفضل نسبيا، لكن المشكلة هي هل فعلا الديمقراطية صندوق؟ الديمقراطية أن تقول رأيك، أن تختار الطريق، أن تختار الأيديولوجيا، نعم، أن تختار نمط الحياة. نحن لا نستطيع اختيار هذه الأشياء، أو على الأقل مو إحنا الكبار، على الأقل الشباب اللي قاعد يعانون. لذلك أصبح أمامهم فقط طريق واحد بعد كل هذا اليأس، هو طريق الهجرة مع الأسف. أتمنى أن تكون هذه الانتخابات إذا ما جرت بشكل صحيح، دون استخدام المال السياسي اللعين، دون استخدام السلاح السياسي، دون
عملية الطائفية السيئة أن تجري بشكل صحيح لكي نغير من المعادلة جزئيا، عسى نعم أن يتغير المشهد. نعم دكتور داغر، وأذهب إلى العاصمة بغداد مع الخبير الاقتصادي الدكتور جليل اللامي. تكلم الدكتور محمود داغر عن جملة من الأمور وربط الأمر أن الإصلاح الاقتصادي لن يتم إلا عبر بوابة الإصلاح السياسي، وقال أن الأمر في العراق اقتصاديا يحتاج إلى رجال دولة حقيقيين ينهضون بواقع الاقتصاد، لأننا الآن وصلنا ربما إلى مراحل خطرة سيد اللامي، بالأخص أننا عبارة عن دولة تقترض مع كل هذه الإمكانيات التي تحويها سواء ماديا نفطيا زراعيا بشريا. هل توافق هذا الرأي؟ السلام عليكم، تحية لك ولقناتكم الكريمة، تحية للضيف الكريم، تحية للمشاهد الكريم. سيدي الفاضل، مشكلة الملف الاقتصادي في العراق يدار بعيون سياسية، لذلك دائما الملف الاقتصادي في العراق بتراجع مستمر، والسبب في ذلك غياب الرؤية الاقتصادية الصحيحة، غياب الخطة الاقتصادية الصحيحة، لأنه إذا ما تكلمنا عن اقتصاد عراقي، الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي يعتمد على واردات عملية تصدير النفط الخام بأكثر من 93%. الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي سواء كان قبل عام 2003 أو بعد عام 2003، لكن الاقتصاد العراقي قبل عام 2003 كان اقتصاد ريعي تنموي. بعد عام 2003 بسبب السياسات الخاطئة للحاكم المدني بول بريمر، حول الاقتصاد العراقي من اقتصاد ريعي تنموي إلى اقتصاد ريعي ليبرالي. هذه الأمور أتت بأزمة اقتصادية حطمت وأوقفت كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى غير القطاع الحكومي. على سبيل المثال، أهمل القطاع الخاص، أهمل القطاع الزراعي، أهمل القطاع الصناعي، كل هذا أثر على العملية الاقتصادية في العراق. رغم الإجراءات الخجولة، يعني خلنا نطفرنا فد 10-15 سنة، يعني بعد أن انتهت الحرب على داعش بدأت العراق تحول اتجاه اقتصادي. أراد العراق دعم المشاريع الصغيرة، يعني بمعنى آخر تشجيع القطاع الخاص، لكن هاي الإجراءات خجولة. يعني القطاع الخاص مثلا أي مهنة أو أي حرفة أو أي مصلحة من مصالح القطاع الخاص تحتاج على أقل تقدير إلى إعادة نفسها أو إعادة عملها إلى رأس مال لا يقل عن 100,000 دولار. هاي 100,000 دولار من أجل مواكبة التغيير الإلكتروني والتغيير الماكينة الحديثة ومواكبة التغير في العالم، هذا من جانب. من جانب آخر، يحتاج القطاعات الاقتصادية في العراق إلى دعم حكومي صحيح من خلال العراق. على سبيل المثال، يمكن راح نسبق الموضوع حمين شوية، الاتفاقية الأردنية المصرية في القمة الثلاثية في شهر تموز الماضي أحفى 320 مادة من المواد المصدرة من الأردن إلى العراق من الرسوم الجمركية. بالمقابل العراق 80 مادة من ذي المواد هو العراق يصنعها، المفروض على أقل تقدير هذه 80 مادة تحصل على دعم وتشجيع الحكومة العراقية من أجل إعادة العمل في القطاع الخاص، القطاع الزراعي، القطاع الصناعي، لأنه مشكلة البطالة، مشكلة التضخم في أعداد الموظفين الذي وصل بحدود 5 مليون موظف ومتقاعد يتقاضون رواتب من الدولة العراقية، لا تحل إذا لم يتم تفعيل القطاع الخاص. الحكومة العراقية لم تنظر إلى هذه الجوانب.
حقيقة بعد أن انتهت الحرب على داعش، يعني خلال حكومة السيد الكاظمي ورئيس الوزراء الأسبق حيدر السابق العفو حيدر عادل عبد المهدي والأسبق حيدر العبادي، رأينا أن هناك توجهات حكومية تحاول إعادة العراق إلى حضنه العربي، إعادة العراق إلى مكانته السابقة. لكن هذه التحركات التي قامت بها الحكومة العراقية حقيقة هي تحركات على حساب الاقتصاد العراقي. على سبيل المثال الاتفاقية الأردنية المصرية العراقية حقيقة هي كانت بوادرها في عام 2019 بين العراق والأردن فقط، لكن بعدما رأت مصر الامتيازات والفائدة من هذه الاتفاقية عرضت على الأردن أن تتشاور مع العراق بأن تنضم إلى هذه الاتفاقية، لأن مصر لديها طاقة بشرية هائلة، لديها إمكانيات كهربائية جديدة كبيرة خاصة بعد اتفاقية شركة سيمس وأنشأت 3 محطات كهرباء بالإضافة إلى مصنع توربينات. كل هذه الأمور تحتاج، بسبب هذه الأمور تحتاج مصر إلى أسواق للتصريف. نتكلم عن الاتفاقية العراقية الأردنية المصرية. هذه الاتفاقية إذا ما رأيت بنودها هي في مصلحة الأردن وفي مصلحة مصر. العراق يحتاج إلى منفذ ثالث لتصدير النفط غير الخليج العربي وجيهان التركي، لجأ إلى الأردن للتصدير إلى ميناء العقبة، لكن الاتفاقية مع الأردن للتصدير عن طريق ميناء العقبة ناقص 16 دولار عن السعر الشهري، يعني بيش بالسوق اليوم أقل، السوق العالمي يعني أقصد أقل من يمه ب 16 دولار. بالمقابل إلى التكلفة العالية لإنشاء الخط النقل العراقي الأردني ميناء العقبة الذي سيكلف الحكومة العراقية بحدود من 14 إلى 16 مليار، هاي تكلفة باهظة. بالمقابل وإن تم هذا المشروع سيكلف نقل البرميل الواحد بحدود 5 دولار. نحن الآن عن طريق الخليج العربي تكلفة نقل البرميل الواحد من النفط الخام يكلفنا 50 سنت، بالإضافة إلى تشغيل أيدي عاملة، بالإضافة إلى دعم الواردات الغير نفطية، لأنه تعرف ميناء يشتغل الميناء جانب من الجوانب المهمة في مصدر الواردات الغير نفطية. الحكومة العراقية كل هذا أهملته. يعني لماذا تجري كل هذه الأمور ودائما على حساب العراق؟ نعم، لماذا تجري كل هذه الأمور ودائما على حساب العراق؟ على حساب شبابه واقتصاده وعلى حساب منتجاته. أنا اليوم أريد أن أعقد اتفاقية مع دولة، ألا يفترض أن أكون المستفيد من هذه الاتفاقية أو أتبادل المنفعة مع هذه الدولة؟ لماذا أنا الخاسر الأكبر على حساب علاقات؟ وماذا بماذا تنفعني هذه العلاقات حتى إذا افترضناها على حساب ما نسميه بالعمق العربي؟ ماذا استفدنا من العرب حتى الآن منذ 2003؟ سؤال يطرح نفسه، وعلى أحد أن لا يتهمنا بشيء ما، لأننا نتكلم عن عراقنا. تمام، دائما الاتفاقيات التي تجريها الحكومة العراقية فعلا كلامك صحيح، على حساب المواطن العراقي، على حساب الشباب العراقي. نتكلم يعني قليلا على موضوع الاتفاقية العراقية الأردنية المصرية. الاتفاقية طبعا هي شاملة سياسة أمن، يعني على سبيل المثال تبادل الخبرات الأمنية والاستخبارية للقضاء على الإرهاب، تشجيع طريق بري بين العراق ومصر، بالإضافة إلى موضوع خط إنتاج ونقل الغاز، تشجيع الشركات الاستثمارية. شوف احنا هاي عندنا اخر نقطتين اريد اتكلم عليها، تشجيع الشركات الاستثمارية التي تعمل العاملة في تلك الدول الثلاثة.
هذه الشركات يعني أنا هسه إذا أروح أقدم على شغل بمصر صاحب شركة مثلا نعم. أروح أقدم على شغل بمصر يعطوني؟ لا ما ينطوني. أقدم على شغل بالأردن يعطوني؟ لا ما ينطوني. فقط الأردني والمصري، الشركة الأردنية والمصرية باستطاعتها العمل على في العراق. لكن هناك نقطة أساسية تم الاتفاق عليها في بادئ الأمر بين العراق والأردن، لكن عند انضمام مصر تغير محور هذه الاتفاقية، إنشاء مدينة صناعية على الحدود بين العراق والأردن. هذه المدينة الصناعية تدار بخبرات مصرية وأردنية وأيدي عاملة عراقية لإنتاج السلع والبضائع التي تدخل إلى العراق والفائض منها يصدر إلى بقية الدول. يعني يشوفون شنو احتياجات العراق في هذه المنطقة الصناعية نعم. يتم تصنيعها. طيب هل خبرة العامل أو الماهر الفني المصري أفضل من العراقي أو الأردني أفضل من العراقي؟ نحن لدينا تجارب في شتى المجالات الزراعية، الصناعية، التصنيع الحربي، كافة أمور الصناعة. العراق لديه خبرة طيب. أفضل من يومهم، والدليل على ذلك كل خطوات الإعمار، البنى التحتية، الكهرباء، احنا كنا متطورين عنهم إلى حد عام 1990، يعني في تسعينيات القرن الماضي. الحكومة العراقية أولا غياب النظرة الاقتصادية الصحيحة والخبير الاقتصادي الذي يزود الحكومة العراقية بالمعلومة الاقتصادية الصحيحة، بالإضافة إلى ذلك إذا ما استمرت الحكومة العراقية بإدارة الملف الاقتصادي بعين سياسية فسيبقى المواطن العراقي والشباب العراقي الواعي والمثقف والعامل الماهر بتراجع مستمر وارتفاع نسبة بطالة كلش عالية. مقومات الاقتصاد حقيقة سيدي الفاضل كتلة بشرية وموارد أولية. شوف الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ما عندها موارد طبيعية بقدر ما لدى العراق، لديها كتلة بشرية ونجحت في زراعة أو العفو نجحت في صناعة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والآن بدأت تتفوق بالعملة الرقمية على الولايات المتحدة الأمريكية. نحن لدينا الكتلة البشرية ولدينا الموارد الأولية التي إذا ما استغلت بشكل صحيح سينجح الاقتصاد العراقي وستنجح الصناعة العراقية. سيدي الفاضل احنا نقول للحكومة العراقية كافي، تركوا مجال للاقتصاديين يعني ذوي الاختصاص يقدمون دراسات وافكار نعم سياسية واقتصادية نعم صحيحة من اجل النهوض بالاقتصاد نعم العراقي. نعم سيد اللامي، يعني اعطيك فد معلومة سيدي الفاضل نعم. نحن منذ احنا مرة واحدة وضعت حكومة عراقية خطط اقتصادية، بعد ثورة 58 وضعوا خطة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد. القصيرة يمكن استطاعت الحكومة في تلك الفترة تنفيذها، والمتوسطة والطويلة ما قدروا ينفذوا منها أي شيء. العراق في تراجع في مجال الاقتصاد، يعني الحكومة نعم. العراقية عندما طرحت موضوع الورقة البيضاء في شهر تشرين الأول من العام الماضي، الورقة البيضاء هاي خطة إصلاحية تحتاج على أقل تقدير من 3 إلى 5 سنوات. طيب احنا حكومة السيد الكاظمي باقي لها 20 يوم، راح منها من تتغير حكومة السيد الكاظمي؟ كل الخطط الاقتصادية راح تتغير، بكل الاتفاقيات والبرامج الاقتصادية التي وضعتها كلما حكومة السيد الكاظمي او حكومة السيد سوف تلغي. نعم سوف تلغي الحكومة القادمة ربما اغلب ما يعني جاء به الكاظمي. اذا سمحت لي فقط سيد لامي، نعم كي اعود الى الدكتور محمود داغر واسال لماذا نلجأ إلى الاقتراض أصلا، وهل ورطتنا الحكومة بموضوع الاقتراض بصراحة؟ عندما بنيت الموازنة في نقاشات في نهاية سنة 20 وبداية 21 نعم كان الوضع المالي في صعوبة، والإيرادات المتوقعة كانت منخفضة، بالتالي كان التقدير لإيراداتنا غير متناسب مع حجم الإنفاق. هي مشكلتنا الدائمية، إيراداتنا لا نتحكم بها ونفقاتنا لا نتحكم بها. الإيرادات هذا بفعل موضوعي سعر النفط العالمي،
لكن المشكلة ليش ما نتحكم بنفقاتنا؟ لأننا بنينا جيشا من الموظفين غير المنتجين. المهم هذا سبب عجزا ألجأنا للاقتراض. نعم. لكن خلينا نكون موضوعين، الزيادات التي حصلت في أسعار النفط لغاية الآن أوقفت قرار الاقتراض في موازنة 21 حتى هذا الكلام اللي احنا اليوم نتحدث به. باعتقادي نحن غير الآن لا نحتاج إلى اقتراض خارجي أو داخلي، وباعتقادي ممكن الإيرادات الإضافية نسدد بها العجز ونبقي على عجلة الموازنة التشغيلية والاستثمارية مستديمة. نعم. حتى نهاية عام 21. أتمنى ألا نذهب للاقتراض، لأن الاقتراض في مثل هذا الظروف بعد كل الحجم السابق من الاقتراض، إحنا الآن تجاوزنا 65 تريليون اقتراض داخلي، لدينا اقتراض خارجي 27، سنة 21 بدينا نسدد إلى IMF صندوق النقد والبنك الدولي، وسيزداد التسديد خارجيا لقروضنا في عام 22. لذلك أنا أعتقد يعني بالخبرة والعمل في هذا المجال أنه لا حاجة لنا للاقتراض، وإلا نحن سنزيد من مشاكلنا الاقتصادية. طيب دكتور داغر، في ظل الانتخابات القادمة هنالك مرشحون طرحوا فكرة أنهم يعيدون بإعادة سعر صرف الدينار الدولار إلى ما كان عليه قبل فترة، يعني إلى 120-119. فما رأيك، هل هم قادرون فعلا على إعادة سعر الصرف إلى ما كان عليه، وهل هذا في مصلحة الاقتصاد العراقي؟ شوف، هاي مشكلة دعاية انتخابية لا طائلة منها. لقد حدث التغيير في يوم 20/12/2020، وتغير سعر الصرف، وتغير سعر الصرف في النظام النقدي مثل العراق يعد حدثا تاريخيا يصعب العودة. يعني الناس يوم 21/12/2020 وجدت ودائعها وقد تناقصت بالقيمة الدولارية. يعني اللي عنده مليار و200 دينار كان يساوي مليون دولار، قعد الصبح يوم 21/12/2020 وشافها صارت 800,000. إذن تم فقدان الثقة بالدينار العراقي، واستغرقنا وقت طويل من شهر الواحد إلى الآن ونحن لم نلتقط أنفاسنا في المعاملات، ثم نأتي ونقول مرة أخرى نغير. هذه أضغاث وأحلام، وأعتقد أن البنك المركزي العراقي سوف لن يقبل. صحيح البعض يقول كل شيء يصير بالعراق، لكن أنا يجب أن أتكلم بالمنطق. طيب، هذا هو المنطق. وإذا ذيك المرة كل الناس ذهبوا وحولوا أرصدتهم بالدينار إلى دولار، الآن لن يبقى رصيد بالدينار، وسيتعطل قدرة متخذ القرار في السياسة النقدية. طيب، ماذا عن حذف الأصفار وباختصار شديد دكتور؟ هذا الخيار الذي طرحوه أيضا، هناك خيار حذف الأصفار لإعادة هيبة الدينار كما يقولون. والله شوف، هيبة الدينار من نقدم مشاريع زراعة وصناعة وتجارة حقيقية، هذه هيبة الدينار. يعني من الناحية المعنوية ممكن تتأثر، أو النفسية،
لكن إزالة الأصفار لن يغير شيء من الناحية الفنية، لا تزيد قيمة الدينار ولا تتغير عرض النقود ولا يتحسن أداء القطاع النقدي، سيكلفنا مبالغ طائلة. أتمنى أن نؤجل ذلك، لدينا أولويات أكبر من هذه الأولوية. يعني إحنا متى تركيا غيرت شارة الست أصفار؟ عندما أصبح الوضع القاعدة الاقتصادية أكثر يعني سليمة. نحن ليس أولويتنا نغير، لأن التغيير لن تغيير الأصفار أو حذف الأصفار لن يغير شيء أبدا. نعم، أنا أشكرك جدا الخبير الاقتصادي الدكتور محمود داغر، كنت معنا عبر سكايب في هذه الحلقة. توجه بالشكر الجزيل أيضا للخبير الاقتصادي الأستاذ جليل اللامي، كان معنا من العاصمة بغداد، والشكر موصول لكم أحبة المشاهدين. في الختام تقبلوا تحيات كادر العمل وتحياتي أنس عبد الرحمن وتحيات المخرج حسام أبو فاعور، وننوه بأن حق الرد مكفول حتى نلقاكم من جديد. في أمان الله وحفظه.